اخر حاجه عايز اتكلم فيها مع حضراتكم في موضوع المباريات. قبل اللي برضو اللي هو امبارح اليومين ثلاثه اللي فاتوا لما كنت بتكلم مع فريق الاعداد، انا كنت محتاج ان انا اعرف النادي الاهلي لعب كام مباراه السنه دي، لانه يقول لك ايه اصل النادي الاهلي اتغلب. طب ما هو النادي الاهلي اتغلب صح، الخساره الاولى، الخساره الاولى. طيب هل حضراتكم فكرتوا في الوقت اللي بيحصل ده كله؟ دايما كنت اطلع اقول لحضراتكم حاجه مهمه جدا، وهي ان لعيبه النادي الاهلي بيتعرضوا لحاله شديده وكبيره جدا من الارهاق بسبب تلاحم المباريات والمواسم. والله انا هنا لا اقول هذا الكلام دفاعا عن حاجه، ولكن لغه الارقام هي الفيصل بيني وبين اي حد تاني. عايز بس اكتر نادي في العالم السنه دي او من اكتر الانديه في العالم خوضا للمباريات في هذا الموسم هو النادي الاهلي. ايوه زي ما حضرتك سمعت كده بالظبط، تحديدا من بدايه شهر يناير اللي فات، مش هرجع لك قبل كده، لا 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 لا، من يناير اللي فات لغايه يوليو الحالي اللي كان اخرهم مباراه بيراميدز امبارح. طيب كانت المباراه رقم من يناير اللي فات حتى الان في ست شهور 44 مباراه. طيب مين تاني نادي بعد النادي الاهلي خوضا لعدد كبير من المباريات؟ ريال مدريد. معلش احنا دايما طالعين مع اللي فوق، يعني النادي الاهلي رقم واحد 44 مباراه من يناير اللي فات لغايه النهارده، ريال مدريد 39 مباراه. انا بتكلم كلام ارقام، يعني اللي بيشوف ان انا بتكلم غلط يخش يعمل ويشوف، يعمل واجب ويشوف. سكواد ريال مدريد الضخم والكبير واللي مصروف عليه مليارات وكذا وكذا، لكن النادي الاهلي هو الاكثر خوضا للمباريات على مستوى العالم من يناير اللي فات وحتى الان، لان هو الاكثر مشاركه في البطولات حتى الان، اكثر نادي حقق انتصارات الحقيقه في هذا الموسم، حقق 31 مباراه مكسب، يليه مانشستر سيتي 27 مباراه كمان. النادي الاهلي هو اكتر نادي في العالم حقق انتصارات، 41 فوز. انا بتكلم هنا بقى على مستوى جميع البطولات اللي شارك فيها النادي الاهلي. تخيلوا حضراتكم ان المالي اليو ديانج هو من اكثر لاعبي العالم خوضا للمباريات في من يناير اللي فات لغايه الان، 40 مباراه. بعديه كامافينجا لاعب ريال مدريد 39 مباراة، يعني اليو ديانج 40 وكامافينجا 39. دايما او اخر حاجة حضرتك لازم تعرفها ان فريق النادي الاهلي هو اكتر فريق في العالم متوج بعدد بطولات من بداية العام من يناير وحتى الان، 4 ألقاب، سوبر مصري، كاس مصر، دوري، ودوري ابطال افريقيا. فالأهلي خلال الموسم الحالي خاض حتى الآن الموسم بقى كله 57 مباراة، فرقم كبير. والأرقام اللي أنا بقولها لحضراتكم يا جماعة بعد إذنكم، وحضراتكم بتقطعوا، أنا بتكلم هنا مع فريق الإعداد ده، وحضراتكم بتقطعوا الحتة، قطعوا الجزء بتاع الأرقام ده وحطوه على السوشيال ميديا عشان اللي بياخد الحاجات دي وبيطلع يبص عليها يعرف إن الأرقام دي حقيقة النادي الأهلي خلال هذا الموسم. إيه اللي حصل ولماذا هذا الإرهاق واضح اللي بيعاني منه لعيبة النادي الأهلي، واللي دايما بيطلع كولر يتكلم عنه، إرهاق ذهني وبدني. والأرقام كالعادة دايما الكلمة اللي بتكلم فيها مع حضراتكم، الأرقام لا تكذب ولا تتجمل.